على هامش فعالية المرأة العراقية تعلن تضامنها مع المرأة الفلسطينية في غزة التي أقامها قسم تمكين المرأة بشبكة الإعلام العراقي وبالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، حيث زار السفير الفلسطيني السيد أحمد محمود رويضي متحف الأدباء بجولة اصطحبه فيها الشاعر عمر السراي الأمين العام للاتحاد. يعني احنا مقتنعين اننا قدرنا ان نكون تحت الاحتلال لهذه السنوات الطويلة، لكننا مقتنعين اننا اصحاب الحق وان هذا الاحتلال لزوال ونحن الباقون وهم الراحلون. لذلك هي رسالة بمعنى مميز تأتي في ظروف صعبة، لكننا ندركها ونفهم اننا كلنا شركاء وكلنا متفقين ان تحرير الارض هي مسؤوليتنا جميعا. نحن على الارض هناك في فلسطين، وكل نساء الوطن العربي وتحديدا في العراق هم الداعمات والموجهات بما يمكننا الشعب الفلسطيني من الصمود. اعتقد ان حشد هذا العدد من النسوة العاملات في الميدان الثقافي والميدان الاعلامي وبالتنسيق ما بين مؤسستين معنيتين بالاعلام والثقافه لهو دليل على الموقف المسؤول، دليل على الموقف الفاعل والحقيقي الذي يعلي من الصوت المناهض للحرب والعدوان والداعم للمرأة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، والذي يقول بعلوه وبكبريائه. مبادرة شبكة الإعلام العراقي وهي تنطلق عبر بوابة تمكين المرأة لتحتفي بقضية إنسانية مهمة ألا وهي المرأة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويرزح تحت الألم وتحت الظلم وتحت الموت، يحتاج إلى دفقات معنوية كبيرة. ومعروف دائما عن العراق بأنه سباق إلى التضحية بدمائه، كذلك سباق إلى التضحية والدعم أدبيا وثقافيا وفنيا. حضرت جلسة أمين الشؤون الثقافية مع نخبة من أدباء وأديبات الوطن وكذلك ضيوف الاتحاد الذين تفاعلوا مع القصائد الشعرية التي تحدثت عن قوة وشجاعة المرأة الفلسطينية. حاولنا من خلال هذه الجلسة إيصال رسائل أشعار ورسائل موسيقى للمرأة الفلسطينية لنعلن وقوفنا وتضامننا معها. نحن بالتأكيد نعلن من هنا تضامننا من خلال القصائد ومن خلال الكلمات ومن خلال المواقف أيضا التي نحاول أن تكون، يعني ربما هي وردة محبة وسلام نبعثها من العراق إلى هذه المرأة المتعبة والمرهفة. اتحاد الأدباء اليوم أكد وبقوة على أن الأدباء فعلا هم نبضا للوطن من خلال هذه المشاركات التي أستطيع أن أقول عنها أنها قصائد ناعمة لكن أهدافها قوية، ونتمنى أن تكون ردود أفعال القادة تكون ردود حاسمة وليس خجلة. وفي الختام أبدى السفير سعادة كبيرة بزيارته الأولى للاتحاد بقوله: أنا سعيد لتواجدي لأول مرة في مقر الاتحاد لأرى هذا المشهد الرائع لأصحاب التاريخ الطويل في الأدب والثقافة، فالعراق منبع للعديد من الشعراء والأدباء عبر التاريخ. أغني مواويلا فيصحو رحيقها وفيروزها تشدو زهور المدائن، سلاما لأحلام الطفولة قبل أن تغادرها ألوانها وتعافني، حلمت بمنديل يبر دموعها فطار بعيدا نحو أرض المدى. منصة الإبداع الأدبي اليونسكو تحتفي بالمبدعين في جلسات متواصلة لتقتفي أثر المنجز وترصد الأسماء البارزة في الساحة الثقافية، وها هي تواصل الإبداع بإدارة الدكتور سعد التميمي الذي تحدث لنا في هذا اللقاء. بغداد مدينة الإبداع الأدبي انضمت إلى شبكة المدن الإبداعية في مجال الأدب في عام 2015، جهد كبير قام به الزميل الصديق دكتور صادق رحمة مدير المشروع في إعداد الملف،
بغداد بإرثها الأدبي، معروف أن بغداد بما تمتلكه من إرث في مجال الأدب، الشعر، القصة، الرواية، تاريخها يمتد لعدة قرون، دخلت إلى شبكة المدن الإبداعية في عام 2015. أيضا وجهت رئاسة الوزراء 7 جهات بأن تدعم هذا المشروع. هذه الجهات هي بيت الحكمة ووزارة الثقافة واتحاد الأدباء وأيضا شبكة الإعلام ووزارة التربية والمجالس البغدادية. للأسف يعني فقط بيت الحكمة من يعني دعم هذا المشروع، وفر هذه القاعة، وبدأنا بنشاطاتنا في عام 2017. عندنا 7 منصات: منصة إبداع، منصة نادي الكتاب، ورشة الطفولة، وأيضا المسرح والترجمة. وعلى بغداد كل 4 سنوات لابد أن تقدم مشاريع محلية ومشاريع دولية. قدمنا مشاريع دولية في مجالات متعددة، مثلا في الترجمة، في أيضا أنشطة أدبية، استضافة بعض الأدباء الدوليين. قدمت العديد من الأنشطة بغداد. بغداد قدمت في عام 2017 ليل المتنبي، عندما كان المتنبي ظهرا يتوقف، قدمت بغداد. وفيما بعد الحمد لله عاد المتنبي، شارع المتنبي، إلى حياته من جديد. الآن على ضفاف دجلة تعد بغداد مدينة الإبداع الأدبي نافذة للأدباء على الإطار المحلي، وأيضا هي نافذة على نافذة للعالم. كل هذه الأنشطة التي نقدمها هنا هي تنشر على شبكة المدن الإبداعية اليونسكو. بغداد عندما انتمت كانت المدينة الوحيدة في نصف الكرة الأرضية، والآن بغداد هي أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط انتمت إلى شبكة المدن الإبداعية. بغداد دعمت بعض المدن، دعمت بيروت، الآن انتمت مدينة إبداعية، والسليمانية الآن مدينة إبداعية. بالرغم من عدم وجود دعم لهذا المشروع، لكن استمر هذا المشروع من عام 2017، وإحنا الآن عام 2023. قدمنا الكثير من المشاريع، قدمنا ورش للطفولة في المسرح، أيضا قدمنا كثير من المبدعين العراقيين للنافذة العالمية، عرفنا بالمبدع العراقي، بالشاعر العراقي. وحتى في زمن كورونا لم يتوقف هذا المشروع، استمر هذا المشروع افتراضيا من خلال بعض المنصات، منصة زوم وأيضا منصة الجوجل ميت واليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل. ندعو احنا من دولة رئيس الوزراء أن يدعم هذا المشروع، لأن هذا وجه حضاري لبغداد نحتاج. وهذه كلمة وجهها من خلال العراقية لدولة رئيس الوزراء، لأن الإبداع العراقي حاضر في المحافل الدولية ويحتاج هذا المشروع دعم حتى يبقى حاضرا، لأنه نحتاج بعض المشاريع الدولية، وهذه المشاريع الدولية يحتاج دعم لوجستي، ونحن الآن متطوعين لإدارة هذا المشروع. مدينة الإبداع الأدبي اليونسكو انبثقت كأنه اعتبار بغداد كمدينة إبداع من سنة 2017 تقريبا، وبهذه المناسبة التي اعتبرت ضمن سلسلة المدن الإبداعية الكبرى في العالم، فلذلك تأسست بهذا وأصبحت مقرا لنا في بيت الحكمة. وكانت هناك استحدثت كثيرا من المنصات الإبداعية، كمنصة الشعر، كمنصة الكتاب، كمنصة المرأة، كمنصة إبداع، والتي تعنى بكافة صنوف الإبداع في العراق. وهناك فعاليات ونشاطات ومؤتمرات وندوات متوالية سنوية موسمية تكون بها الصفة الغالبة هو الإبداع العراقي
في الموسيقى وفي الفن وفي المسرح وفي الأدب كالقصة كالشعر كالمسرحية. وهناك كثير من الفعاليات تكون في مستوى الطموح، وقد أحدثت هذه الفعاليات التي تحدث التي تكون موعدها كل خميس في بيت الحكمة في مدينة سيتي بغداد. العراق هو منبع الإبداع، ومنذ آلاف السنين منذ الكتابات المسمارية الأولى التي كانت تؤكد على هذا المجال، وكان العراق سباقا في هذا المجال في الإبداع. وغالبا ما يكون هذا الإبداع مجرى مستمر من العطاء في كافة الأنواع الأدبية والمسميات الأدبية، وهناك الجوائز التي احتلت بها هذا الأدب العالمي من العراقيين الأدباء الذين هم في العراق أو في المهجر. فهكذا هو العراق يبقى منتهى الأدب ومنتهى العالمية ومنتهى مركز الكون للإبداع والتكوين الأدبي والتكوين العلمي والثقافي. هو أحد بنات هذا البلد وأحد رموزه الثقافية والفكرية والمعرفية. الحب أجمل ما نأخذ وأجمل ما نعطي، كلمات خالدة للعلامة الدكتور حسين علي محفوظ، واحدة من أهم العلماء في مجال الكتابة والموسوعة العراقية. وزارة الثقافة والآثار اليوم تحتفي بهذه القامة الكبيرة في ذكرى رحيله 15. تعقد دار الشؤون الثقافية العامة هذا اليوم مؤتمرا علميا واحتفائيا بالذكرى 15 لرحيل العلامة الدكتور حسين علي محفوظ، الذي نعده أحد العلماء الموسوعيين الذين يرتبطون بخيط مع العلماء العباسيين الجاحظ وجيل الجاحظ الذين كتبوا في الأدب واللغة والتصوف والترجمة وكل العلوم الإنسانية. لذلك الاحتفاء بمحفوظ هو احتفاء بالثقافة العراقية والثقافة العربية. كان أول من كتب باللغة العربية للأدب المقارن، وكان عالما موسوعيا تميز في علم الرجال والحديث وأيضا الكتابات الأدبية والثقافية والعلمية. أتقن الدكتور حسين علي محفوظ في حياته أكثر من 7 لغات كان يكتب بها وينشر، ونشر كثير من الكتب جمعها الأستاذ حيدر من النجف، بلغت 15 مجلد فقط المخطوطات التي كتبها إلى الآن، وما زالت القضية مستمرة قد تصل إلى 30 مجلد إن شاء الله تعالى. تم في الحفل توقيع كتاب للكاتبة نجاة عبد الله في حضور عدد من الكتاب والمثقفين العراقيين. حقيقة الاحتفاء بمثل هؤلاء الأعلام مهم جدا، أولا للوفاء لأرواحهم الطاهرة، وأيضا تعريفا للجيل الحالي والأجيال الصاعدة بما قدموه خدمة للوطن والفكر والإنسانية. أسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن ينتفع الناس من البحوث والآثار العلمية والأدبية التي خلفها رحمة الله عليه. أنا لم أتعلم منه بصف لأن أنا اختصاصي تاريخ، ولكني تعلمت الكثير الكثير بالمصاحبة، لأن بيت المحفوظ الله يرحمه قريب من بيتنا، فمن يروح وياي للدوام ويرجع وياي تعلمت الكثير الكثير، ويظل هو منبع عام للعلم والمعرفة وللخلق الراقي اللطيف واهتمام كثير. يعد العلامة الموسوعي حسين علي محفوظ أحد ركائز المهمة في الثقافة والتراث العراقي، حيث قدم مئات الآثار بين كتب ودراسات ومقالات وتحليلات وجداول في إحصاء العلوم وغيرها. وفي مثل هذا اليوم 19 من يناير كانون الثاني عام 2009 فاضت روحه عن عمر يناهز 83 عاما، ودفن في الصحن الكاظمي ببغداد. أركان جابري، قناة العراقية، بغداد. ضمن سلسلة نشاطاتها الأدبية أقامت منظمة نخيل عراقي جلسة أدبية عن شعر المطولات أو ما يسمى بالقصائد المطولة في الموروث الشعري. هناك سببين رئيسيين لهذه لمحاضرة اليوم. الأول هو يعني
سعيي إلى أن أطبق فرضيتي في نظرية الأجناس العابرة، وفرضية أن قصيدة النثر هي الجنس الشعري العابر على قصيدتي التفعيلة والعمود. والسبب الآخر هو الظاهرة التي يعني تبدو واضحة في الآونة الأخيرة بوجود شعراء كبار من جيل الستينيات يكتبون في الآونة يعني الأخيرة قصائد مطولة. العرب هم أول الناس أو أول من هم موجودين على المعمورة في حقيقة قول الشعر بأجمله، خصوصا إذا ما أتينا إلى المعلقات، لأنها تمثل كل معلقة حياة كاملة، إما ترجمة لذلك الشاعر الذي نرى أنه يبدأ مثلا امرؤ القيس يبدأ بمقتبلها ويقف على الأطلال، ثم يأتي إلى الفروسية، ومن الفروسية يأتي إلى الحكمة، ومن ثم يذهب طويلا فيصل إلى أكثر من البيت، ثم يأتي إلى التساؤل الحياتي، فنراه يتحدث حتى مع الذئاب، وهذا أدب الذئب أيضا مشهور عند العرب. وتعد المطولات الشعرية من أحد أهم أنواع الشعر، وذلك للمواضيع التي تكتب فيها، حيث تكتب بالنفس الشعري الطويل التي تنم عن فلسفة الشاعر وبحثه عن الحقيقة حول موضوع معين. موضوع المطولات الشعرية ومفهوم المطولة الشعرية وأهداف المطولة الشعرية ومقاصدها موضوعات لم تزل يعني يجري عليها البحث هنا وهناك، ولكننا في هذه الجلسة الجميلة قد استمتعنا بمعرفة المعايير التي وضعتها الدكتورة نادية هناوي لهذا الشعر، فهي قد يعني قالت أن الشعر التقليدي الشعر المطول العامودي لا يدخل في مجال اهتمامها وفقا للمعايير، يعني معيارها الأول أنه قصيدة النثر تستطيع أن تستوعب هذه المطولات الشعرية، لأن قصيدة النثر هي أصل الشعر فأصل وروح الشعر. لماذا إذن أجناس محددة؟ لماذا لم تتكاثر من ذاك التاريخ من زمن أرسطو إلى يومنا هذا؟ لماذا لم تتكاثر؟ وتطرقت الباحثة إلى هذا الموضوع بعد أن أخذت عينات من الشعر العربي والشعراء القلائل الذين كتبوا في هذا النوع من الشعر. لبرنامج رواق الثقافة، سمير الحميدي، بغداد. هن العطاء وبأناملهن يطرزن الجمال تحت هذا الشعار أقام البيت الثقافي في مدينة الفلوجة المعرض الشخصي الأول للرسامة دعاء فالح الأعظمي، والذي يتضمن عددا من اللوحات التشكيلية لإظهار الطاقات الفنية للفتاة الأنبارية في مجال الرسم، فن الفيلوغرافيا وفن البيتروس وأعمال يدوية، يعني صناعة لوحات بسيطة أنا والأطفال، لوحات فنية. فن البيتروس هو فن يعني بالخيوط، يرسم صور شخصية معينة، يعني تقاطع الخيوط تتكون الملامح مال الوجه. بس فن الفيلوغرافيا اكو فرق بينه وبين فن البيتروس. فن الفيلوغرافيا يكون يعني بشكل دقيق، فن الفيلوغرافيا باسلاك تدخل باسلاك نحاسيه خاصه تكون لازم بانسيابيه معينه. قسم من لوحاتي انا اشتغلتها بتركيا كفنانه اولى بالوطن العربي، اشتغلت بالرسم على الزجاج، يعني اثقب اللوحة بشكل معين بعدين أشتغلها بالمسامير على الزجاج. هذا المعرض هو يعتبر اليوم انطلاقة مميزة لهذه الرسامة باعتبارها إحدى المواهب التي تسخر بها المدينة. صراحة البيت الثقافي اليوم يعمل على تسليط الضوء على المبدعين وعلى المواهب، استقطابهم، تنظيم المعارض الشخصية إليهم، وهذا المعرض هو نتاج لعمل متواصل لأيام ولشهور مضت. صراحة هذا المعرض اليوم ضمن عدة لوحات، إضافة إلى مشاركة روضة أحباء السنافر برسمة عن القضية الفلسطينية وعن أحداث غزة. المعرض الفني تضمن أيضا مشاركة دار ثقافة الأطفال بأعمال يدوية وإصدارات جديدة لمجلة المزمار والسلسلة القصصية، فضلا عن مرسم حر للأطفال. شارك المركز الثقافي للطفل فلوجة في المعرض التشكيلي للفنانة دعاء الأعظمي ومشاركة روضة أحباء الصنافر. شارك المركز الثقافي للطفل بمطبوعات الدار هي مجلتي والمزمار والسلسلة القصصية،
فالمركز الثقافي للطفل فلوجة داعم للأطفال وداعم للنشاطات الثقافية التي تقام في المدينة من خلال مجلتي والمزمار والسلسلة القصصية. ويسعى البيت الثقافي في مدينة الفلوجة إلى إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية لإظهار المواهب الشبابية في هذه المدينة. عراقية هو المعرض التشكيلي الذي قدمه 4 فنانين عراقيين نقلوا تجاربهم من خلال أعمال تنوعت ما بين خزف ونحت وسيراميك وجرافيك، وهي نتاج لسنوات من الإبداع. أنا فعلا سعيدة اليوم أن افتتحت هذا المعرض، النخبة من الفنانين العراقيين اللي افتتحوه في القاهرة، ويعني وحضور كان متميز من الجمهور المصري ليتعرف على هذا الإبداع العراقي. وفعلا أنا مرة ثانية أقول أنا فعلا سعيدة ومنبهرة أن شفت هيك مستوى من الأعمال الفنية. اختارينا هذا الاسم أسفار عراقية، هو كل فنان يحمل سفر، بالحقيقة هو عرض لتجارب مختلفة، خزف ونحت ورسم، فحاولنا قدر الإمكان إنه كل واحد يقدم تجربته. هاي أول يعني هاي التجربة الأولى اللي هي إنه خارج العراق، حاول قدر الإمكان إنه ننشر الثقافة العراقية خارج البلد. يعني طبعا يعني حتى اختيار كان اختيار اسم أسفار عراقية كان مهم جدا، انه ننقل الثقافة العراقية الحديثة والفن العراقي التشكيلي الحديث الى حضارة عريقة ايضا في الحضارة الدينية وهي الحضارة المصرية. هاي التجارب حاولنا ننقلها انا والأساتذة اللي معي الفنانين. انا اشتغلت على اعمال النحت اللي وحاولت انه التجربة مالتي تكون شوية مغاير عن التجربة القديمة، حاولت جمع عدة مواد في اصل العمل الفني. يعد هذا المعرض حدثاً ثقافياً حي، حيث يعيد الفن العراقي إلى الواجهة فاسحاً المجال للجيل الجديد للتعرف عن قرب على ذاكرة الرواد من خلال بصماتهم الإبداعية، فتلك المعارض تعتبر ملتقى لجميع المبدعين. احنا 4 أساتذة من كلية فنون جميلة، كانت الفكرة أن ننقل عملنا من بغداد إلى محافظات أو إلى دول أخرى وعواصم أخرى، وهو مشروع خططنا له. كل أستاذ بتخصص معين، وهذا التخصص طبعا هو الأستاذ احترافي محترف لأن أداء بمجموعة معارض ونتاجات فنية عديدة. كل فنان اشتغل تجربته الخاصة، يعني أنا مع دكتور جليل، مع دكتور أسعد ودكتور محمد العزيزية أيضا. ايضا انا يعني استخدمت ايضا او يعني اشتغلت باسلوب الواقعيه الفائقه او الواقعيه المفرطه اللي هي تتوائم مع تقنيه اخرى في الخزف اللي هي الخزف او السقر فايرنج. هذه التقنيه هي واحده من تقنيات الخزف المعاصره، حقيقه هي يعني حققت لي فد هدف اللي اريد احصله، هو يعني إضافة أو وهم المتلقي بأنه هذه الخامة هي خامة الطين، هي خامة مختلفة عن اللي هو يعني مثلا خامة الطين أنا حقق بها وكأنه هي خامة أخرى. يعني المعرض أولا متنوع جميل بين نحت وبين رسم يعني وخزف. المعرض متميز بالحداثة، يعني كله حداثة، يعني اللوحات رائعة، أعمال جميلة، الفنان يعني تقنية ممتازة، يستخدم مربعات، أسلوب جيد رائع، حتى الألوان كونتراست رائع. النحت بريف عراقي، بأهوار، يعني بيعكس الفن العراقي والبيئة العراقية. أسفار عراقية
هو عنوان المعرض التشكيلي الذي مثله نخبة من الفنانين التشكيليين العراقيين حاملين معهم إبداعاتهم وبصماتهم ولوحاتهم الفنية، والذي حظي بإشادة عربية واسعة.